نوفمبر 2013 اصطدم قطار بسيارتين على طريق الفيوم دهشور، فقتل 28 شخصا من أسرة واحدة وأصيب 34 آخرون، كانت من بينهم ماجدة موريس التي روت لنا قصة نجاتها من الموت. انا شفت القطر ودخل علينا، مفيش بيني وبينه يمكن زي 3 متر بالظبط. انا افتكر ان القطر معدي كده من قدامي، فجاه لقيته خبطنا، فضل ماشي بنا لحد ما طلع ماين من على القضبان وراح واقف في الصحراء. فقدت بنتي مع 3 عيال، جوزها لسه ميت من 7 شهور، عشان لا 3 عيال، بنتنا بنتك كبيرة ماتت عندها أولى ثانوي عروسة، والبنت التانية مصابة في المستشفى، والولد يكون شعرين حزين على عمره كله، مفيش حاجة تعوضني عنها أبدا أبدا، ولا مال الدنيا، سيبك لله.